لابوي انا زهق طفشت ملأت منكم ومن روتينكم الممل هذا. كل يوم تنام تصحى استراحه بلايستيشن بخاري، تنام تصحى استراحه بلايستيشن بخاري. خلاص يا اخي جبتولي الطقق يا ابن الحلال. جيت ام مخنا انت، هذا يطق فيك عرق يا ابو. روق صرنا كخه يا بقيره. لا ما انتو كخه. يخسى عليك يا بابا سنفور، ما انتو كخه اكه وبقيه في الدكه. بس قصدي لما تيجوا عندنا جده عروس البحر الاحمر اكلكم سي فود، استكوزا، جمبري، محار، يعني اشكل لكم اكلات واكلكم الاكله الافريقيه الشهيره بما تسمى بالسيري. ايه سلامات، بتذلنا بالسيري حقك؟ ايه وبذله، لانه اكله الاباء والاجداد العريقه. وبعدين بالله سالت نفسك يوم متى اخر مره عزمت انا على رز وغنم؟ يا اخي نفسي ادوق هذاك الماشي ولا ايش يسموه حقكم؟ الحاشي. جيب لي حاشي كده، نفسي اعرمش وكده، ابى اكل كده البعير كده انقض عليه واعتعد كده ويكون فوقه مكرونه كده. يا اخي زبطني يا اخي. هيا خذ لك مسكت مع حاشي، فين نجيب له؟ يا ابن الحلال اتركه فاضي الا حنا، علعل صوت التلفزيون. يا ابوي تعال شوف جواكم النايم هنا. ايش تبي انت؟ تعال شوف. تمام اقرب. خلنا نشوف جوه. اقرب. يلا يا عيال خلينا نتعشى، يلا لا يبرد العشاء. يلا يلا جايينك. اتفضل جوها مجيب الضحك زي جوكم. في العيون في العيون صار حبك في العيون، تعالوا خل عدو. وشي ميذا السبق تفيلح وجهه. حياكم الله يا سلام النشانيش، اليوم في زواج ساعد النشانيش الله يوفقه ويبني بيته. وهذول الحضور سيكون بالخير. تنورونا. مرحبا بسلام النشانيش، انا ذا الحين في المطبخ وهذا عشانه. قعود ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. وهذا طباخنا علي ناجي، ها كيف الطبخ؟ مالك ان شاء الله لطبخ شعبي وحاشيكم زين، والعشاء بيصير ان شاء الله زين، والحاشي بيستوي براحته. مرحبا والله اللي مرحبا. هو ذا هو ذا. يهو يا ناس يا عالم، لو تعزوني خلينا نروح، نفسي اشوف الحاشي على الطبيعه. امنيتي بسيطه، اكل من الحاشي ولو لقمه واحده. خلونا نروح الزواج. الزواج وهو مهبول انت، روح الزواج ما نعرفهم، فوال هو. يا عامر الناس للناس ودك في الصدور، خلونا نروح الزواج هذا يا اخي. ياهو نروح، يمكن اهل الزواج اهل كرم، ننبسط شويه. يا رجل ما ورانا شيء، خل نروح ننبسط. يا خلونا نروح ندق في الحاشي. مبروك يا ابو محسن. بارك الله فيك. والله يتمم لك بخير يا محسن. جزاك الله خير. نيابه عن ابوي وعن اخوياي اللي معي، جيناكم متعنيين من غلاكم، ومعنا 20,000 ريال، طالبينكم ما تردونا. والنعم فيك وفي ابوك وفي اخوياك كلهم، وبيض الله وجيهكم ما قصرتم. تفضلوا تفضلوا حياكم. هذا ابو مخلد هو ربعه لفونا، الله يبيض وجيههم. خلكم معنا يا مشاهدين، نبي نغطي لكم الحفل كله. الدعوه رسميات، الله يستر لنا نجيب العيد يا عيال. قلت عامر كسر صوتك لا يسمعون ترى. قول لك لا ترتبك ولا تربكنا معاك، خلينا نشوف طريقه كيف نقدر ندخل جوا. وش رايكم ندخل مع الشباك؟ وش الشباك انت بوجهك شايف لك طاوه؟ بص بص شوف في مجموعه جايه منا، ايش رايكم نصف معاهم؟ وين نصف معهم؟ داخل ملعب انت. جينا نبارك لك يا ابو محسن على زواج ولدك، ومعنا 50,000 عانيه، ان كانها كثيره تستاهلونها، وان كانها قليله كملها المحبه والخوه اللي بيننا. سلامتكم هذه العانيه. بيض الله وجيهكم، ما قصرتوا ما قصرتوا، حياكم الله تفضلوا. ابوك العرس البطل 50,000، هالمعرس الحين بيسدد ديونه كلها. انا اقول يا عامر الانسحاب طيب، انا بديت ارتبك. والله والله ما انقنسل، ماكل حاشي يعني ماكل حاشي. يا عيال انا ودي حضر الزواج ولد رفيجي، ودي حضره. يا ابوي انت عذرك معك، والرياجيل بيقدرونه. وثاني شيء يا ابوي وضعك الصحي ما يسمح. صحيح يا عم، انت تعبان وبحاجة الراحة. بالاذن يا عم. ما عليك يا ابوي، كلمهم وقدم اعتذارك. يا عيال انتم مبطين عنه، ولكم سنين ما شفتوه. ابدا ابدا، ما حنا بتاركينك. واذا على ابو محسن من الرياجيل اللي يقدرون، دق عليه وعلمه بوضعك وبيقدر. جينا نهنيكم يا النشانيش. ما كل نشنوشي نشنوشي. يا صقر كبخ وصفق بالريش. ما على
تنوشي ولا نشكي. يا الربع يتعذر منكم الشيخ عويد، اتصل ويقول انها ما يقدر يجي، جيت واعكة صحية ورقدوه في المستشفى، ادعوا له بالشفاء. نشنش. جينا نهنيكم يا النشانيش، ما كل نشنوشي نشنوشي، يا صقر كبخ وصفق بالريش، ما على هلا تنوشي. يا الربع الشيخ عويج اتصل ويعتذر، يقول انها خير يا شباب. سم لكم نص ساعة واقف في المواقف، وش علمكم؟ حن عيال الشيخ عويج وجايين مبارك بالنيابة عن الوالد. يا مرحبا يا مرحبا، ببلغ عمي ابو محسن واجيكم، خلكم هنا. يا كذاب، بس والله زبطت المزابيب، شكله فيها حاش الليلة. انتم اهجدوا ها، خلكم معي. يا مرحبا ترحيبة الروح بالروح، يا مرحبا باللي لفونا عزيزين. يا عم ابو محسن، عيال الشيخ عويج برا جايين نيابة عن ابوهم. يا هلا ومرحبا، يا هلا، الشيخ عويج غالي وعياله بعد غاليين. يلا يا الربع، يلا يلا خلنا نستقبلهم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا، حياكم الله. حن عيال الشيخ عويج جايين مبارك ونشارك، ومعاناتكم 200,000 ريال من الوالد، الوالد طالبني احولها عليكم، تصلكم بكره او بعد بكره على حسب الدوامات، وان كانها كثيره فانتم تستاهلونها، وان كانها قليله فالغلا يدسمها. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، وانتم ابوكم وعلمكم غانم. ابرك ساعة يا الربع، الله يحييكم. اقلطوا 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 يا هلا اقلطوا يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا. أنت سالم؟ الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، متغير يا ولد، خبرك من أول دب وعليك شنبات هاي الخبر. سويت تكميم وخف وزني ونحت الشنب، هذول إخواني طال عمرك. ما شاء الله، وهالملحان هذولي؟ الملحان ذولي إخواني من أبوي، يعني أبوي متزوج ثنتين. ما شاء الله، الله يوفقه إن شاء الله. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، حياكم الله، تفضلوا تفضلوا. أقول لك هذا سالم؟ الله الله، أنا لي لزوم عند الرجال. شو لزومك يا ولد؟ شو لزومك يا ولد؟ الرجال ولد الشيخ عويج، راعي الفحل الطيب، راعي البعير ضرسان طال عمرك اللي قيمته 14 مليون، لو تشوف بناته ذهب، ذهب إنتاجه. اسمع، أنا ودي أمسك الرجال وهرجه، فرصة أنه جاء عندي نياق زينة مشريها طال عمرك، وبكلم الرجال نبي نودي البل عنده عند البعير، يمكن الله سبحانه وتعالى يرزقنا منه بنتاج نبيع بناته بكرة على بلايين. والله حتى أنا وأنا أخوك والله كان ودي أهرجه في موضوع مبطي. وأنت بعد وش تبي منه؟ خبرت ناصر ولد عمي. إيه أعرف أعرف. الله يرحم حاله، عليه إيقاف خدمات وعليه ديون وحاله ردية. لا ومتسلف من ولد الشيخ 70,000. 70,000 من سالم؟ الله الله، ودنا إن كان قدر ينزل منها، ولا عاد شكوة لله. لا والله الله هرجه، وهذا علم طيب ولك فيه أجر إن شاء الله. حول الله. أقلطوا أقلطوا الله يحييكم، أقلطوا أقلطوا حياكم الله. يلا يا سالم أنت وإخوانك، أقلطوا حياكم الله. الليلة صنبولة قاية كم كنكة، هذا من فين أبدأ أكله؟ من شواكله ولا من كراعينه ولا من فين أبدأ يا رب؟ سلامات، وراك أنت قلبت. أركد أركد ها، يلا أطفح وجنك، بضبطت كل ما ضبطت. ضبطتني يا عيال، ذا يبغانا ناكل منه 3 أيام ما يخلص. وهذا الحاشي كامل، فين الكلاوي؟
جو 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 اجلسوا لا تفضحون اجلسوا. قاعد قدام دفايه انت اجلس اجلس. والله ما برك منها يوم حضروا عيال الشيخ عويج سالم واخوانه عقب اعتذر والدكم مريض الله يشفيه ان شاء الله. الله يشفي الشيخ. الله والنعم فيهم والله بركة ساعات. الله يحييك الله يحييك. وتستاهلون من يقطع لكم الحاشي بالسيف. دقيقة دقيقة يا الشبان اديني السيف اديني اديني السيف. انا بقطع الحاشي بطريقتي ناكل نصه والنص الثاني يشيله معي. خد مكة خد مكة في هناك فقراء المحتاجين فهمت كيف؟ نأكل البائس الفقير. أنا أعرف زكريا وأصحابي الزملاء في مكة لأني راجع كدان عرفت. أنت كل مالك صلاح كل كله والباقي أنا أتصرف فيه.